هاتي ازازه ميه وتعالي نعمل مع بعض احلى زلابيه او لقمه القاضي وحبايبي بره مصر بيقولوا عليها العوامة تعالي حط لايك وتعالي نعمل مع بعض احلى لقمه قاضي بجد ما شاء الله عليها طالعه مقرمشه جدا وحلوه جدا حط لايك وكملي معايا الفيديو للاخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده ان شاء الله هعمل معاكم الزلابيه او لقمه القاضي بطريقه سهله وبسيطه وكمان كل الموضوع بازازة ميه تعالوا نسمي بسم الله ونبتدي مع بعض نحضر عجينه الزلابيه انا معايا هنا ازازه صغيره هنركنها دلوقتي وهنشوف هنستخدمها ازاي في الزلابيه لو انت اول مره تشوفي قناتي فضل وليس امر اشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد تعالوا نسمي بسم الله ونبتدي انا معايا 3 كوبايات من الدقيق ومعايا 3 معالق من الزيت ومعايا 3 3 معالق من النشا ومعلقه خميره ومعلقه سكر كبيره ورشه ملح هبتدي هسمي الله وجبت الحله بتاعتي عشان هعمل الشربات بقول لكم هنا ان دقيق بال بالمج ده اي كوبايه او اي مج تعايري بيه عايري بيه كل المقادير بتاعتك عندي هنا الثلاث كوبايات من السكر هضيف عليهم كوبايه ونص من الميه تقدري طبعا تك... تضيفي الكميه وتقدري تقلليها بنفس برضو المعيار هرفعهم كده على النار وهنبتدي نسمي الله ونبتدي في الزلابية بتاعتنا او عجينة الزلابية ما شاء الله المقادير دي مظبوطة مليون في المية عندي هنا معلقة من الخميرة الفورية هضيف عليها السكر وهضيف عليها حبة مية كده مية دافية ما تكونش مية سخنة ولا مية برد عشان ما تموتليش العجينة الخميرة هدوب كده الخميرة مع السكر مع المية وهغطيها بكيس استرتش عندك او فوطة او اي حاجة وتسيبيهم يتفاعلوا مع بعض حط لايك like وكان كان عندي خلاص كده الشربات بتاعي او السيرب بتاعي غلي هنزل عليه بعصرة ليمونة هيغلي غليتين يعني بتاخد بتاع عشر دقايق على النار مش اكتر من كده عندي ما شاء الله الخميرة هنا كده اتفاعلت مع بعض الله اكبر عليها نزلت بالتلات معالق من الزيت هزود كده حبة مية دافيين وهبتدي انزل بحبة دقيق وهقلب كده كويس جدا وبعد كده هضيف النشا على الدقيق تلات معالق من النشا وعلى رشة الملح وهقلبهم كويس جدا وهبتدي اكمل عجن العجينة بتاعة الزلابية هتشوفوها معايا دلوقتي عجينة مطاطية لا هي طرية ولا هي تخينة أو, تقيلة حلوة تخينة دي بصراحة كده هزود مية تاني اهي شوية بشوية كده انا هشيل خالص المضرب دلوقتي وهبتدي اعجن بايديا احلى عجين عجين الايد لو عندك طبعا عجان اعجني عليه مفيش اي مشكلة بتبقى جميلة برضو هظبط العجينه بتاعتي كده وهشيل المضرب وابتدي اسمي بسم الله واعجن بايديا وتخبطي العجين زي ما هتشوفي معايا دلوقتي في الفيديو عشان يديك القوام اللي انتوا هتشوفوه برضو دلوقتي حط لايك وكملي معايا الفيديو للاخر بجد الفيديو كان جميل جدا وسهل جدا بناتنا الحلوين هيدخلوا المطبخ وهينفذوه بكل سهوله ما شاء الله عندي قوام الزلابية او لقمة القاضي بصوا ما شاء الله بس اهم حاجة تخبطي كده في العجين شوية لمدة دقيقتين تلاتة غسلت ايديا هنا وجبت كيس ستريتش عندي كده وغطيت الخمير العجينة بتاعتي عشان نبتدي بقى نظبط مع بعض الازازة سخنت عندي السكينة كويس جدا وهبتدي اعمل فتحة في غطاء الازازة ازازة مية كده تكون نضيفة عندك تبتدي تشتغلي بيها تبقى زي الفل ولا محتاجة لكيس حلواني ولا اي حاجة خالص اهو عملت كده فتحة وعندي كده ما شاء الله لقمة القاضي عندي خلاص اختمرت وجبت شفشق كده يكون ببوز عشان اقدر افضي العجينة عندي بكل سهولة في الازازة هظبط كده معايا العجين ما شاء الله بصوا قوامه حلو جدا اهو زي ما بقول لكم العجينة بتبقى عجينة مطاطية حلوة مطاطية برضو هبتدي هنا كده جبت حبة زيت ببل صوابعي كده في الزيت وابتدي بالراحة املى الازازه بتاعتي خلاص مليت كده ازازتي بلقمه القاضي جيت على البتوجاز جبت حله فيها زيت يكون عندك الزيت ساخن وتبتدي تضغطي على الازازه وبالمقص تبلي المقص تنزليه كده في الزيت وتقطعي هتشوفوا دلوقتي معايا حالا في الفيديو حطي احلى لايك بجد وعايزه شير عشان كل اصدقائنا وحبايبنا يستفيدوا سهله جدا وتعملي كتير جدا ما تزهقيش ما شاء الله بصوا تحفه تفضلي بقى تقلبي كده فيها طبعا هطلعها نص سوا مبقاش سوا كامل على طبق دلوقتي وتسيبيهم مفرطين كده وهتسيبيهم ساعة كده يشموا الهواء وممكن لو أنتي عندك مش مستعجلة عليهم يعني ممكن تدخليهم التلاجة يقعدوا بتاع نص ساعة وتبتدي اه ترجعهم على الزيت تاني زي ما هنشوف مع بعض اهو بقول لكم يفضلوا كده مفرطين بعضهم عن بعض, بعض ما تحطيش كتير على بعض عدت عندي كده الساعة اه سخنت بقى الزيت هو هو نفس الزيت ما شاء الله بقول لكم بصوا لو اه لقمة القاضي جميلة قد إيه حلوة جدا. ساخن عندي كده الزيت ونزلت بلقمة القاضي. وتقلبي بقى طبعا بت... هنا بتضيفي كمية شوية قطار. يعني حبة كتار عادي. وعندي هنا كده فضيت الشربات في الكزرولة دي. وعشان يعني تاخد كمية أكبر. وكمان عشان مساحة البتوجاز اهو تفضلي بقى تقلبي كده بال تقلبي كده في لقمه القاضي كويس جدا عشان كل لقمه القاضي اللي معاكي ياخد لون وتبقى دهبي وحلوه كده زي ما أنتوا شايفين بجد الكاميرا عندي مش مديه للقمه القاضي حقها لونها دهبي جدا مش قادره اقول لكم قد ايه ومقرمشه جدا بتطلعيه طبعا عندي السيرب او الشربات بارد وعندي زي ما انتم شايفين كده مطلعة على طول الزلابية او لقمة القاضي من الزيت وتدي لهم تقليبة وعلى طول بالمصفة هطلعها اهي لازم انت تصفيها اهي كده على طول عندك طبعا كلنا عندنا المصفة الصغيرة دي اهي في الطبق بتبقى جميلة جدا لو انت لسه ما حطتش اللايك حط اللايك وتأكدي ان انت مشتركة عندي في القناة ما شاء الله انا كده خلصت بصوا الله اكبر زينت شوية كده بسكر بودر وشوية بصوص شوكولاتة وهضيف معاكم كده على الوش بقى صوص شوكولاتة هو والله مش محتاج تزيين خالص عندك صوص فراولة ضيفي اللي حباه حطيه يا ربي حبيبي الفيديو نال اعجابكم عايزة احلى لايك وشير كتير عشان ان شاء الله قناتنا تكبر بيكم وليكم وسلام عليكم